أو وطيدة ما بين ملامح الوش وما بين الشخصية. طبعا أكيد إحنا لاحظنا ده في بعض الأشخاص المتشابهين إن هم عندهم صفات شخصية مماثلة. وممكن يعني ممكن تكونوا شفتوا إن اتنين متجوزين يمكن بقوا أكتر شبه بعض، يعني بعد يمكن بعد سنة سنتين أو اتنين مثلا أنتيم بقوا نشوف لهم إيه ده أنتوا شبه بعض وأنتوا قرايب. لكن لما نيجي نعرف أو لما نقرأ الوش بنعرف إن هم ممكن متقاربين من قراية الوش. علم قراية الوش ده أو الوجه كان موجود من سنين كتير جدا في حضارات مختلفة زي مثلا الحضارة الصينية القديمة أو القديمة والحضارة الإسلامية. النهاردة بقى علشان نقرأ الوشوش مش هنقدر نقول لكم اتصلوا، هنقول لكم ابعتوا لنا بقى إيه صوركم على طول نعرف تفاصيل أكتر عن موضوع قراية الوجه مع الأستاذة هنادي غندور خبيرة علم قراية الوجه. صباح الورد عليك. صباح الفل. صباح الورد عليك يا أستاذة هنادي ومنورانا، ودي من الفقرات المهمة جدا واللي محتاجة أنا سعيدة جدا بالفقرة دي. بس إحنا فعلا النهاردة يا جماعة اللي عايز يعرف أو اللي عايز يقرأ ملامح وشه يقدر يبعت لنا صور ويكلمنا بقى يبعت لنا الصور على طول. يعني دايما بنقول إن إحنا بنعرف الشخصية اللي قدامنا من خلال طريقة كلامها، ردود أفعالها. أحيانا مثلا لو حد زي ما بيقولوا عنده فراسة بنقول البادي لانجويج، حركة الإيد، بيمسك إيده أو بيسيب إيده، متوتر، بيحرك رجله كتير. ولكن إحنا النهاردة هنتكلم في حاجة جديدة تماما وهي علم قراءة الوجه. فخلينا نعرف في البداية إيه هو علم قراءة الوجه. بدي هو علم قديم في كل الحضارات حاولوا يعملوه على أساس إن هما بيكتشفوا أكتر إزاي يتعاملوا مع بعض. ففي الحضارة العربية كان في علم الفراسة، وكان في الحضارة الهندية برضو شبيه، وفي الحضارة الصينية. غالبية الحضارات القديمة يعني حاولت إنها تدور على العلم ده. الأدق أنا شايفاه الصيني، يعني أنا قريت في الفراسة العربي وقريت في الهندي شوية، بس الصيني كان أدق لأنه ينفع يتطبق على أي جماعة اثنين. شوية علم الفراسة العربي دخلوا يعني بعض العنصرية، والهندي نفس الفكرة لأن في معتقد الهندوسي فيه طبقية. الصيني ما كانش فيه بقى المشكلة دي، فكان عام أكتر أشمل أكتر، بيتكلم فعليا على أنه فعلا الوش كل حاجة في الوش دي عبارة عن مراية للبني آدم من جوه. هو أصلا ابتكروا علشان كان الرهبان هم اللي بيمارسوا الطب، فكان ممنوع في الفترة دي 3000 سنة قبل الميلاد أنه راجل يلمس ست، فكان لازم يبقى عارف هي ممكن تبقى عيانة بإيه من غير ما يحط إيده عليه. فبالأساس هو يعني حطوه أصلا علشان الطب، بس بعد كده ابتدوا يطوروا فيه فبيبقى يعني يختص أكتر بالسمات الشخصية بتاعت البني آدم. طيب يعني قراية الوشوش دي أو قراية الوش مش منتشر في مصر، ما بنسمعش عنه يعني كتير. لا خالص. ما بنسمعش عنه تقريبا خالص يعني. طيب في ناس برضو ابتدت تشكك في الموضوع ده، أنت رأيك إيه في الموضوع ده؟ بصي هو مش كل الناس، مش كل اللي بيتعلم فيس ريدينج بيعرف يعمل ده. يعني انا ممكن اقعد مع حد اقول له انت ممكن تتعلم ده، وحد تاني يبقى متحمس جدا اقول له مش هتعرف يعني تتعلم ده. يعني ده تعليم يعني ده اتعلمتي فين ولا عملتي ايه؟ بصي هو انا الموضوع جاي معايا بالصدفه، انا اصلا ماجستير سياسه. وبعدين كنت بتفرج على فيديو عن تحليل البادي لانجوج بتاع الرؤساء، ولقيت من ضمن المقترحات بتاعت اليوتيوب حاجه عن الفيس ريدنج. اتفرجت عليها، عجبني الموضوع، ابتديت اتفرج على حاجات اكتر، سخن الموضوع في دماغي شويه، فابتديت ابعت اجيب بقى من امازون كتب وانزل بي دي اف، وقعدت سنتين تقريبا بذاكر الموضوع ده. يعني الموضوع محتاج دراسه مش مبني على الاحساس فقط. لا خالص. لان انا كل حاجه في وشك بتقول لي انت شخصيتك عامله ازاي، ممكن اقدر اتوقع منها انت تصرفك في موقف معين يبقى عامل ازاي. فانا اول ما بشوف بني ادم بقسم وشه الاول 3 مناطق بالعرض، بعدين منطقتين بالطول، وبعدين ابتدي املى بقى الفراغات اللي عندي من الخريطه العامه اللي انا قريتها بالثلاث مناطق اللي بالعرض دول بالملامح بقى. يعني مثلا انت ابدئي بيا ابدئي بيا بقى. انت بتبصي على لما تخشي مكان يعجبك الصوره العامه بتاعه المكان، لما انت اول ما هتخشي مكان عينك هتيجي على حاجه مش مظبوطه ومش محطوطه في مكانها، هتقولي لا دي مش الصح بتاعها كده. يعني دقيقة. أنا يعني أنت عينك بتلقط التفاصيل، أنت بتحبي الصورة التوتال. أنا نظرتي شاملة يعني بالزبط. ما بركز في الحاجة قوي. تمام. فأنا الأول ببص على تفاصيل. ففي ناس بقى يعني أنت ما تعرفيش تبصي على واحد وتبصي وتقدري تحللي إن هو
تقيسي المسافه مثلا بين هنا لهنا قد ايه ومن هنا لهنا قد ايه. بتبص تحت رجليها مثلا؟ لا مش كده، انا قصدي ان هي مش لا يعني مش قصدي، يعني قصدي بتبص ان هي ما تبصش لقدام. لا برضو هو ما مش ده قصدي. طب ايه انا قصدي انه في ناس يعني هي ما تعرفش تتعلم العلم ده، هتبذل مجهود كبير علشان عشان تتعلمه. انت ممكن تتعلميه عشان انت بتلقطي، هي تلقط تفاصيل انت بتلقطيها. انا ما بلقطش تفاصيل بمزاجي ولا ببقى مش عايزه القطها؟ لا هي طبيعتك كده، طبيعتي مش عايزه القط تفاصيل. انت لازم تركزي تغصبي نفسك انك تبصي على التفاصيل. ممكن تتعلميه بس هيستلزم هياخد مني وقت اكتر منها. طب انا عايزه اسالك بقى على حاجه، انت بتقولي بتقسمي الوش بالعرض وبالطول، يعني مش بتشوفي مثلا الجبهه الحواجب؟ أيوة. انا عندي الثلاث المناطق اللي بالعرض دي من اول خط الشعر لغايه الحواجب، بعد كده من الحواجب لغايه المناخير، بعد كده من هنا لهنا، دي الثلاث مناطق اللي بالعرض دي. انا بعرف منها البني ادم ده هل هو بيحلل كتير ولا عملي ولا بيصدق احساسه وممكن ينزل يشتري حاجه بسرعه او عاطفي بزياده متسرع في قراراته. طيب برضو حللنا مروه في النقطه دي بعد اذن حضرتك. مركزه معايا ليه النهارده؟ لا بقولها بيكي وانا ونتي. عندها الجانب العملي كويس بس عندها الجانب العاطفي عالي برضو. اعلى من العملي، يعني شخصيه عاطفيه اكتر من اني عمليه، ودي حاجه وبتصدقي احساسك، يعني حدسك هو اللي بيدفعك في حاجات كتير، قرارات كتير بتاخديها باحساسك مش بتفكري فيها كتير. طب ودي حاجه معايا ولا ضدي؟ كل حاجه ممكن تتوظف معاكي بس انت تبقي عارفه وحاطه ايدك كويس على انت المواطن القوه عندك فيه. لا وانا شايفه في ظل الظروف اللي احنا فيها دي يعني دوسي على قلبك وفكري بعد. صح. طب انا ايه بقى؟ انت عمليه؟ عمليه جدا. الكلمه دي معناها كده؟ طبعا عمليه جدا. انت بتحبي تمسكي ورقه وقلم؟ يعني انا دايما عملت كده شويه برزنتيشنز كده يعني على قدي كده، دايما بدي مثال على الفرق بين الثلاث شخصيات دول. انه سي انا عندي مثلا راجل كبير واخد ابنه وخطيبته هيروح يشتري شقه، جميل. فالراجل الكبير ده عنده الجزء بتاع التحليل عالي قوي. الشاب اللي هو ابنه ده عنده الجزء بتاع العملي اعلى، والبنوته عندها الجزء العاطفي اعلى. اوكي. فالراجل الكبير ده هيخش هما الثلاثه نفس الشقه، الراجل الكبير هيشوف اقرب مستشفى فين، مستوى المدارس ايه، معدلات الجريمه في الحي ده عامله ازاي. اوكي. الشاب اللي هو العملي ده هيبص على مين اللي ماسك اتحاد الملاك، العماره اخبار المواسير فيها ايه، العمال ممكن يجوا قد ايه، هتتكلف توضيب قد ايه. البنوته بقى ممكن تخش تقول شوف الجناين فين، الورود فين بالظبط، الشجره طالعه لغايه الجنين، لغايه البلكونه، الاوكر شبه اوكر تيتا. لا انا عايزه اشتريها. فده الفرق بين الشخصيات، يعني ده في التقسيمه دي. بعد كده بقى في ديتيلز بتخش لي من الملامح. يعني اقدر مثلا اقول لك انه البني ادم ده لما اشوف وشه خلاص عرفته مثلا ان هو بني ادم عملي. بس عندي شويه تفاصيل بقى تقول لي انه شكاك شويه، او ان هو ما بيحبش يشتغل في تيم ورك. يعني في حاجات انا ممكن واحده عاديه جدا ما بفهمش في قرايه الوشوش، حاجات ملامح معينه اعرف مثلا البني ادم ده شكاك غيور مش عارفه، يعني حاجات كده معينه. عشان انا عشان تعلميها لازم، انا دلوقتي ما ينفعش اخد ملمح واحد في وشك وعمم عليه شخصيه، انا عايزه على الاقل نقطتين تقولي نفس الكلام. يعني عايزه مثلا ان عندي حد مثلا لو قلت لك مثلا انه البني ادم اللي شفايفه بالذات الشفايف التحتانيه بتبقى مليانه شويه، ده عاده بيبقى ميال اكتر انه يكون كريم. اوكي. لو انت هتوظفي حد اكيد مش هتوقفيه على قدره الشبراوي اكيد. يعني في حاجات ممكن نستغلي فيها العلم ده، وفي نفس الوقت ان انت تبقي انا عندي بني ادم اكتف. ما ينفعش اشغله على مكتب، حرام اشغله على مكتب. بيحب الحركه اكتر من ان هو يبقى قاعد بالظبط. عندك شخص مش مورنينج بيرسون ما ينفعش تصحيه الصبح. اوكي. بس الشخص ده كرييتيف جدا جدا. طب هنادي ده يخليني اسالك سؤال بقى، مفيش مثلا بنت كانت داخله على علاقه عاطفيه او خطوبه او جواز او ولد مثلا واستعانوا بيكي ان هل هي تصلح لي او هل هو يصلح لي؟ طب شوفي كده رنا وشه كده قولي لنا الحياه هتبقى عامله ازاي. اكيد طبعا قريت ناس كتير
يعني في القرايب والصحاب بيجي لي اكتر. ولما بتنصحيهم حاجه بينفذوها، يعني تقولي لها الولد ده مثلا بخيل وشكاك وفي عبر الدنيا وبعدي عنه كتابه. ما هو بصي، ما فيش عبر الدنيا، انا بقول ان الشخصيه دي فيها واحد اتنين تلاته، هتعرفي تتعاملي معاها ولا لا. يعني هي العمليه في انك تعرفي العلم ده، مش انك تبعدي عن بني ادم بس تتقبلي عيوبه. يعني انت مثلا تسمعي كتير عن اتنين مثلا متجوزين وهي تقول لك نمكي قوي، بيعدل على كل حاجه. هو غصب عنه، لو هو مثلا شخصيه مثل مثلا هو بيحب النظام، ما ينفعش تقولي له لا هو ده يعني الدنيا مهرجله معلش استحميني. هو مش قصده ان هو يعدل عليها، ده طبعه كده، هو طبعه مش هيسمح باي حاجه فيها لخبطه. كل الرجاله بيشتكوا ان الستات مثلا تقول له نازله كمان خمس دقائق ونقعد 20 ساعه. لو الست دي اصلا شخصيه ووتر، هي طبعها كده ما بتبصش في ساعه اصلا. فيعني لو الراجل عارف المعلومه دي عن مراته هيبقى اهدى شويه في التعامل معاها، هيبقى عارف ان هي لما تقول له خمس دقائق يعني نص ساعه. انت مقسمه الشخصيات، يعني عندك عدد من الشخصيات او انواع من الشخصيات؟ مش انا اللي مقسمها، هو العلم كده. يعني ليها علاقه بالابراج مثلا؟ لا لا لا، ما لهاش اي علاقه بالابراج ولا اي حاجه. بيبقوا اتنين توام يعني نفس لحظه الميلاد، ودي شخصيه ودي شخصيه ثانيه. اوكي. الشخصيات الاساسيه عندي، انا عندي في شخصيه اللي هي الووتر المائيه، وفي شخصيه الود الخشبيه، وشخصيه الميتل المعدن، وشخصيه الفاير النار، والشخصيه الايرث اللي هي الترابيه. ووتر وود وميتل وايرث وفاير وايرث. طب بتعرفيهم منين؟ يعني ايه اللي بيحدد ان دي شخصيه مائيه دي شخصيه ناريه؟ يعني في ناس بيبقى عندهم اكتر من عنصر في يعني شخصيتهم. يعني طب احنا بصي، يعني احنا انت عندك طب على طول انا ايه بقى؟ انت عندك فاير وود، يعني انت بتحبي الانرجي وبتحبي تفرضي مود حلو حواليكي، وتحبي تخشي كده الناس تحس بوجودك. اوكي، ما صح ولا لا؟ صح. تنكري؟ لا دي حقيقه. لا دي حقيقه والله. قولي لي بقى حاجه ما تزعلنيش. مفيش حاجه تزعلني. يعني دي الاول قلتي لي ان انا بخش في الموضوع بشكل عام، لا ممكن ما بقاش مركزه في التفاصيل. الصوره التوتال، الصوره التوتال دي ما هي مش حاجه وحشه. يعني في شخص ممكن يخش، يعني اللي يعمل الاستوديو ده هيبص على تفاصيل، بس في نفس الوقت اللي بيبص على الصوره التوتال عنده تصور عام وبعد كده يملاه. يعني بس انا هقول لك مشكله عندي. اللي بيبص على التوتال ده ايه، او اللي بيبص على حاجه كده وخلاص مش بيبص في تفاصيلها، انه لما بيجي يكتشف التفاصيل بيتعب. لان طبيعي ان انت لما بتشوفي الحاجه اول مره او بتشوفيها بشكل عام تشوفي انها شكلها لطيف او نص نص او عاديه، ولكن ممكن لما تدخلي جواها تكتشفي ان هي مثلا مش كويسه خالص، فيها او فيها ديفوهات كتير، فيها عيوب. هي بس الموضوع بيحتاج ان انت خلاص عرفتي ان انت عندك البوينت دي، فلما هتنزلي تشتري فستان، الفستان ده حل؟ لا، طب انا عارفه ان انا ببص على الحاجه بشكل، فتبتدي نبص على التفاصيل. طيب. بقى علشان تغصبي نفسك تبصي على التفاصيل. عايزه اسال على حاجه، يعني بتقوليها مثلا لمروه بتبص على الموضوع بشكل عام، هل ليها علاقه بالسن مثلا؟ ان السن الصغير فالملامح بتبقى صغننه، الملامح بتكبر بعد كده ملهاش علاقه بالسن؟ لا، السن بيديني بعد كده تجاعيد معينه بتقولي حاجات تانية بقى. يعني مثلا احد القرايات اللي انا قريتها ان واحده مثلا في حاجه اسمها تير ساينز، حسنه بتظهر مش مولوده بيها، او ممكن تبقى مولوده بيها بس يعني ايه عاده ما بتبقاش مولوده بيها. اوكي، فانا قريت واحده كان عندها تجاعيد معينه دي خاصه بالاحباط. فقلت لها انت عندك احباطات معينه، الاحباطات دي ظهرت في فتره انت كنت بتعيطي فيها كتير عند حوالي سن 37 سنه. اوكي، فانا بيبقى عندي في مؤشرات بتقولي على حاجه في بس مش دايما بتبقى واضحه، اللي هو يعني كلير كات كده ان انا عندي ده هيحصل له كذا. انا يعني قصدي يمكن يعني مروه مثلا، او مش مروه عشان يعني اما حد يبقى سنه صغير ويكبر شويه ويعقل كده. ملامح الوش ما بتتغيرش، ملهاش علاقه بالسن، ما بتتغيرش الملامح الاساسيه. الستات عاده الستات بالذات بيحصل ارتخاء في الحاجب، بالذات البوينت كتر العصبيه مثلا. لا هي طبيعي مع السن بيحصل ارتخاء في الحاجب. اولا دي ساين، يعني انت مثلا عندك الحاجب نازل اوريدي، ده الطبيعي بتاعك كده من غير لا سن ولا حاجه ما شاء الله يعني. بس يعني ده عندي ساين ان انت من هواه جلد الذات، يعني ترجعي البيت بالليل انا عملت دي غلط، انا ليه عملتها غلط. بتأنب نفسها، او يعني ضميرها صاحي اكتر. كويس. فدي حاجه كويسه. في ستات نيكول كيدمن مثلا بترفع الحاجب كل ما ينزل. دي 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 موطن قوه انا عندي، انا لما ابقى صاحيه لنفسي ولاخطائي. طب ما انا ده حاجه كويسه مش وحشه.
طبعا هو المهم ان الواحد ما يكررش الاخطاء، يعني الاخطاء ما تتكررش. طب في حاجه برضو انا ببقى ملاحظاها مع ناس كتير، انه وشها غير شخصيتها. يعني في بنات كتيرة قوي تلاقي وشهم بريء براءة الأطفال زي ما بيقولوا، ولكن شخصيتها مختلفة تماما، خبيثة وفيها نسبة كبيرة من الشر. والعكس صحيح، في مثلا ملامح تلاقيها شارب قوي ولكن تلاقي شخصيتهم طيبة. ده بيبقى ايه او بيرجع لإيه؟ لا ما هو انت لو انت مش دارسة الموضوع ده هتقسيها كده. انما انا مبصة لحد بعرف ان الشخص ده عملي قوي، او ان هو بيبص لمصلحته، او ان هو رأيه بياخده من دماغه، ما بيسمعش ناس تانية، ما بيحطش في اعتباره ناس تانية. كويس. انا ما يعني العلم ده ما بيقولش ده بني ادم ده شرير وده طيب، بس يقولك على الديفوهات اللي في البني ادم ده. هل الديفوهات دي انت تعرف تعملي معاها ولا لا؟ بس قصدي ان الوش ما يخدعكيش، يعني براءه الوش او ان الوش يبقى حد او الملامح تبقى حاده، دي ما تخدعكيش في التحليل او الله. في علم القرآن. والله سعد ممكن انت عشان دارسه يعني انت لا لا البني ادمين العاديين طبعا طبيعي جدا ان هو يعني في حد يبقى شكله حلو قوي ومريح للعين، فبالتالي لان احنا كمان عندنا فكرتنا عن الجمال احنا واخدينها من التلفزيون. يعني ما عندناش التصور انه لا طب ما المشكله ان البنت السمراء قوي دي حلوه برضو، مش طبعًا. ضروري تكون البنت السمراء على فكره بتبقى قمر، مش بتبقى حلوه يعني بتبقى مور اتراكتيف عن يعني. البيضه يعني. اما بس احنا في ثقافتنا ابتدت تحط يعني اطار معين للجمال، شكل معين كده جاي من الكتالوج، فبالتالي ممكن تتخدعي في ناس، يعني ممكن تحسي ده حلو قوي او ده لا مش مهم قد كده. بس انت ما تتخدعيش قوي لانك انت بتمشي باحساسك. انا بتخدع على طول. لا انت بتمشي باحساسك، هي الفكره ان انت ساعات احساسك يقول لك البني ادم ده مش كويس. بس انت تقولي انا لسه ما شفتش منه حاجه كويسه وحشه، فبالتالي تروحي لا يعني بتبدي حسن يعني بيبقى عندك بوز لاحساسك. يعني انت ساعات هتلاقي الحاجات اللي انت لا يا مروه تيجي تقعد معايا بس قعدتين وانا هظبطها، ما تقلقيش هتتظبطي، بس هي قعدتين قاعده واحده. طب انا عايزه اعرف حاجه تانية. الفنانين، هل وانت قاعده كده بتتفرجي مثلا على مسلسل او على حاجه تقدري تقري فنان وهو في دور، يعني بيمثل دور هو مش على الحقيقه؟ انا بقرا الوش في حالته الثابته، بمعنى ان هو يبقى على حقيقته مش متقمص دور او مش لا انا مش ده، بل انا ما بحللش بادي لانجوج. انا بعرف احلل بادي لانجوج بس انا ما بعملش ده مع اللي انا بتكلم معاه او اللي انا بقراه. يعني انا بقرا ملامح الوش. انا عندي الوش ده مهما كان الفنان ده بيرفكت، هو مش هيغير مسافه حواجبه لعينيه قد ايه، مش هيعرف يغير يعني عرض وشه ولا مسافه من مناخيره لبقه او دقنه عامله ازاي. الفنانة استفزتك اللي هو مش عارفه تقريها، يعني كنت بتتفرج عليها ما تقولي مش عارفه اجيبها؟ طب انا هقول لك على معلومه مهمه جدا، انا ما بفرجش التلفزيون اصلا. طيب شكرا. يعني انت ما فكرتيش فعلا اصل موضوع الفنانين ده بيستهوى ناس اكيد كتير انا قوي. كنت بتفرج على ناس بس انا بقى لي تقريبا سنتين ما فتحتش التلفزيون اصلا. طب قبل السنتين مين اكتر فعلا فنانه او فنان سواء في مصر او بره مصر يعني حللتي شخصيتهم من خلال وشهم؟ انجلينا جولي. طب قولي لنا بقى. قولي لنا بقى. هي شخصيه يعني هي بتحب التشالنج، هي بتحب التحدي اصلا. يعني ما ينفعش تعدي حاجه لو انت قلت لها لا دي صعبه هتستفزيها انها تعملها. عندها قيم عاليه قوي، عندها يعني هي عايزه تفرض حاله يوتوبيويه كده، عنده اصرار يعني على تنفيذ الشيء اللي هي عايزه تعمله بالظبط، وعندها مسؤول عاليه جدا. طب ده بره مصر بقى، جوه في الاول الوطن العربي عموما. يعني انا قريت احمد مكي، قريت احمد مراد. يعني طب قولي لنا احمد مكي ايه؟ احمد مكي عنده ميزه هايله جدا، لما بيغلط بيقول انا غلط. يعني دي من المميزات اللي انا حسيتها فيه، انه ما بيقوحش كتير في غلطه. ودي من الصعب كمان ان انت تلاقيها وتكتشفيها في اي فنان يعني. طبعا يعني دايما الفنان بيبقى على حق. بصي هو في نقطه مهمه برضو لازم نبقى حاطينها في الاعتبار، البني ادم عموما كلنا في حياته العامه بيبقى مختلف شويه عن حياته الخاصه. يعني في ناس عاده بتلاقيها في الحياه الخاصه اكثر انفتاحا من الحياه، من اللي بيصدره لك في حياته العامه او في شغله. اوكي. في ناس العكس، يعني انا قريب كنت قاعده مع واحده العكس تماما بشخصيتها، هي شغلها بتتعامل مع بشر كتير. فالجانب العملي عندها فريندلي جدا، الجانب الخاص ايه ده احنا هنبقى اصحاب ولا ايه يعني بجد؟ طبيعي شخصي. يعني في ناس بيبقى الموضوع عندهم العكس، مش بالضروره
طب عايزه اسالك على حاجه يا نادي، يعني في ناس كده بنتعرف عليهم لاول مره تلاقيهم دخلوا فيكي وقاعدين بياخدوا يدوا معاكي في الكلام ويحكوا لك على حاجات ما ينفعش مثلا انها تتحكي، حاجات شخصيه او حاجات خاصه، فتتخضي تقولي هي دي طيبه قوي ولا هي دي خبيثه قوي ولا دي انا اطمن لها وتبقى صاحبتي، لان غصب عنك انت برضو بتقربي لها. فدي الشخصيه دي بتبقى ايه؟ دي شخصيه ترابيه، دي اللي هي الماده الخام للامومه. تبصي تلاقيها على طول كده بقت صاحبتك، قلت لها مشكله خلاص تتصل بيكي كل يوم تطمن عليكي. فدي الشخصيه دي تنفع مع شخصيات وشخصيات تانية تقلق منها. يعني الشخصيه المثل او الشخصيه الود، انت ما بتحبيش اللي يخش العالم بتاعك بسرعه قوي كده، يعني بتحبي التأنية شويه، بخاف لا بيبقى عندي تخوف فظيع. انت ممكن تتقبليها، يعني انت تحبي اللي يجري عليكي، اللي يقتحمني بالظبط. فالشخصيه اللي واضح ان انا عندي مشاكل كتير يا هندي، انا اكتشفتها في الحلقه دي، عايزين نحلها. لا بالعكس ده طيبه على فكره، عايزاكي تدينا شويه تيبس كده قبل ما تمشي لاي حد يعني عنده مشاكل في شخصيته ازاي يقدر يتعامل معاه. بصي، هو انا دايما بقول يا جماعه في اختراع اسمه لايف كوتش، يعني دي اهم حاجه. الناس بتخلط كمان بين الدكتور النفساني واللايف كوتش. لا، اللايف كوتش اللي بيكمل على الدكتور النفساني او اللي بيمنعك اصلا توصلي للدكتور النفساني، تمام؟ فاذا حد حاسس مثلا ان هو ما عندوش مشاكل نفسيه، بس هو ما بيعرفش مثلا، انا قريت حد ما بيعرفش يقول لا. يعني حد تيجي تقولي له مثلا في الشغل اعملي دي، حتى لو هو مضغوط ما بيقدرش يقول لك لا. هو طبيعته كده، ما بيحبش يحرج الناس ولا بيحب يجي على نفسه. والله العظيم ثلاثة انا كده. والله العظيم مش في الشغل عموما، حتى في حياتي عموما لما حاجه بتطلب مني بتكسف اقول لا، او حتى لما بتبقى باجي يعني باجي على نفسي ما بحبش اقول لا. ما هو في ناس ما بتعرفش. يعني انت ممكن تقولي ده للسيركل القريبه بتاعتك، انما في ناس حتى لو هو مش فارق معاه الشخص ما بيعرفش يقول له لا. فده محتاج لايف كوتش، محتاج يقول له يعني حط يعني خلي عندك جرأة اكتر انك تقول لا. طب انت شايفه ان احنا هنا في مصر عندنا ثقافه الكوتشنج او ان احنا نروح للايف ابتدت دلوقتي تظهر، بس للاسف لسه يعني انا حساها مايله اكتر للستات. الستات عاده هم اللي بيلجأوا للموضوع ده اكتر، وحساها كمان في طبق معين، يعني لسه ما نزلتش الطبقات اللي تحت. فيعني لان احنا دايما يمكن اي حاجه جديده بتجيلنا لازم نقعد نشكك فيها فتره طويله لحد ما نتاكد، او لحد ما حد من الاشخاص المحيطه بينا تجربها وبعدين احنا نجرب وراهم، ولكن ان احنا نقبل على الخطوه على طول بنبقى خايفين. بس هي ضروره، يعني في ناس كتيره بيبقى ما عندهاش مشاكل خالص، عايزه بس شويه تظبيط. يعني انت بس تعرفي بوصلتك فين. تمام. طيب الاطفال، اطفال وهم مش هنتكلم بقى هم مولودين، وهم مولودين بيبقوا كلهم شبه واحد، لما بيبتدوا يكبروا شويه وبتعرفي تقريهم برضو، ولا الاطفال لما الملامح بتاعتهم بقى يكبروا ويوصلوا عند سن البلوغ نقدر بقى ان احنا نقرا وشهم؟ في حاجات اساسيه ما بتتغيرش. يعني انا مثلا بنتي مثل كاركتر، المثل دي لازم تبقى ماشيه بستبس. في طقوس معينه بتتعمل، يعني دي لو مثلا بدهن لها كريم كل يوم بالليل، لو دهنت الايد الشمال قبل الايد اليمين تتضايق، فالمثل بيتخنق، يعني بيتعصب لما تغيري البروجرام بتاعه. اوكي. في اطفال بيبقى عندهم حدس قوي واحساس انا مش عايز اروح المكان ده، ليه يا حبيبي مش عايز؟ يعني ففي حاجات اساسيه بتبقى باينه ما بتتغيرش في الطفل. يعني لما بيكبر وكده ما بيبقاش فيها تغييرات قويه يعني في الملامح. يعني التصنيف الاساسي موجود. طيب في ناس كتير بقى بتبقى عندها احلام، سواء امهات او حتى بنت مرتبطه بحد او ولد مرتبط بحد ايا كان، بيبقى عندهم احلام واوهام ان انا هغير، يعني انا هرتبط بالشخص ده فانا هغيره، او انا بنتي بعد ما هتكبر او توصل لمرحله معينه انا هغيرها. الكلام ده حقيقي؟ لا. احنا دايما بنسمع ان مفيش حد بيتغير، عايزه تقبلي الحاجه على كده اقبليها، مش عايزه تقبليها سيبيها وامشي. لا، مفيش حد بيتغير الا اذا هو عايز يتغير. لو احنا حاولنا مهما حاولنا ان انت تغيري بني ادم ده، يعني حد عارف ان هو مثلا بخيل، اوكي خلاص هو يعني اكتشف في نفسه ده، لو هو من جواه مش حابب ان هو يسعى ان هو يبقى اكثر كرما، ايا كان المجهود اللي انت هتعمليه معاه مش هيحصل. اي تغيير في الدنيا لازم يبقى طالع من جوه البنت، ما ينفعش يبقى طالع من اللي حواليه اصلا خالص. طيب هل في علاقه بين ملامح الوش والجسم؟
يعني مثلا بنبقى سامعين ان الناس التخان قوي بيبقوا طيبين جدا، فهل في علاقه مثلا ما بين الملامح والقصير وخبيث منه؟ احترس ما كل ما نقترب الارض. لا مفيش، لا ملهاش علاقه. لا هو على حسب، انا الوش لو انا مثلا عندي وش مدور قوي وال وكل قدامك امثله يعني قولي لنا على طول، يعني لغينا على طول كده لغينا. هي هنادي هتيجي تقول لك مروه غلبانه وطيبه وهيضحك عليها قريب، ونرمين قويه جدا وبتضحك عليها والله العظيم. قولي لنا يلا. الوش المدور عادة بيبقى إرث كاركتر، اللي هي الشخصية اللي هي اللي عندها الأمومة المفرطة دي، فدي بتبقى شخصية كيرينج قوي، بس فيها عيب مثلا إنها ما بتعرفش، مش ما بتعرفش، بس ما بتحبش تشتغل في تيم ورك يعني كتير، رغم إنها شخصية ودودة جدا، بس التيم ورك بالنسبة لها هي بتبقى حابة تعمل الحاجة كومبليتلي لوحدها. لا هي ود، هي فيها ود، وهي فيها هي ود، هي ود وفاير. ولا إيه؟ انت عندك متل وعندك فاير وعندك وود على خفيف. طيب انا يعني انا عامله ميكس وعندك شويه ووتر برضو مش بطلين. طيب ده حلو جدا. انا برضو بصي انا حتى شامله في انواع الشخصيات، ما كل البني ادمين على فكره كده يعني عاده الشخصيات. كل بني ادمين كده، بس يعني انت مثلا في حاجات بتعادل حاجات عندك، يعني انت حابه مثلا المتل شويه بيحب الحاجه تبقى بيرفكت قوي، اوكي، فانت عندك الووتر عندها شويه مرونه بتتقبل. طيب احنا بصي انا عايزه اقول لك حاجه، انت تستنينا اما نخلص الحلقه عشان لينا قعده. لا احنا بجد لينا قعده جدا طويله. طبعا نورتينا بجد وشرفتينا. هنادي غندور خبيره علم قرايه الوش، شكرا جزيلا ليكي، وصباحك زي الورد، وما تمشيش عشان هنطلع لك كمان شويه. صباح الورد عليكي، وعايزين بقى شويه تفاؤل ليا ان شاء الله. لا كل التفاؤل ان شاء الله. طيب مشاهدينا احنا لسه مكملين معاكم حلقتنا، ولكن هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم، استنوني.